الخير من القاهرة والناس ونشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز العناوين. الرئيس يشيد بتحمل المصريين للإجراءات الاقتصادية، ويقبل رأس زينب الكفراوي بطلة المقاومة في بورسعيد. قضية الرشوة الكبرى تفتح الملفات. قرض بمليار ونصف دولار لتنمية سيناء. وإليكم تفاصيل النشرة. الشعب المصري صلب وقادر على تجاوز الصعاب، هذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مشروع الاستزراع السمكي بالإسماعيلية، مشيدا بقدرة تحمل المصريين للإجراءات الاقتصادية الأخيرة قائلا: أسجل في كل فرصة تقديري واحترامي لنجاح الشعب بجدارة في تحمل ظروفنا الصعبة، لأن الإجراءات التي تم اتخاذها صعبة للغاية وتأثيرها كبير جدا. وخطب الرئيس المصريين: نحن نسير بشكل جيد ونجحنا وسننجح، موجها الحكومة ببذل مزيد من الجهد لضبط الأسعار في الأسواق. كما وجه الرئيس حديثه لرجال الأعمال: قفوا إلى جانب بلدكم مصر 6 أشهر وستجدوا الأمور أفضل بكثير. هذا وأطلق الرئيس إشارة البدء لتشغيل كبر النصر العائم بمنطقة الرسوة والذي يربط بين مدينتي بورسعيد وبور فؤاد. كما افتتح المركز الثقافي مهنئا أهالي بورسعيد بمناسبة العيد القومي للمحافظة قائلا: بورسعيد مدينة الصمود وكانت وما زالت رمز التحدي، وكتبت بالدم وبالروح أحرف من نور في تاريخ مصر في الخمسينات والستينات وما بعدها، مشيرا إلى أن التهنئة لمصر كلها، لأن بورسعيد جزء عزيز جدا على مصر وعيدها عيد كل المصريين. وقبل الرئيس رأس زينب الكفراوي من أبطال المقاومة الشعبية في بورسعيد، موجها التحية لأبطال المقاومة وعلى رأسهم البطل محمد مهران. احنا مش ساكتين ومش هنسكت، وهنفضل نجتهد ونشتغل وندور على كل حاجة طيبة وجميلة عشان نقدمها لكم، لان ده دورنا اللي احنا المفروض نعمله، مش انا بس، انا والحكومة وكل اللي موجودين اللي هم مسؤولين عن ده، اللي مسؤولين عن التنمية في مصر، العمل في مصر، الاصلاح في مصر، في اي قطاع من القطاعات، تعليم، صحة، اسكان، اي قطاع، شباب، ثقافة. قضية الرشوة الكبرى تفتح الملفات، حيث تفحص هيئة الرقابة الادارية جميع تعاقدات مجلس الدولة مع جميع الشركات خلال الفترة التي تولى فيها المتهم جمال الدين اللبان منصبه مديرا للمشتريات والتوريدات. وقد كشفت الأجهزة الرقابية معلومات جديدة بشأن قضية الرشوة، حيث تبين أن المتهم يقيم بمنطقة السكاكين في القاهرة، وأن مبلغ الرشوة الأخيرة المتلبس به هو 1,800,000 جنيه من أصحاب شركتين قطاع خاص، وأن مقدار المشغولة الذهبية التي تم ضبطها تبلغ 3 كيلوغرامات. صوامع جديدة، فقد أعلن اللواء محمد علي الشيخ وزير التموين عن إنشاء 25 صومعة في 17 محافظة نفذتها شركة المقاولون العرب بطاقة تخزينية تصل إلى 1,500,000 طن، مشيرا إلى أنه تم إجراء تجارب التشغيل، موضحا أن الصوامع الجديدة تضمن المحافظة على جودة ومواصفات القمح والدقيق المنتج بما يضمن الحد من الفاقد والتالف. قرض لتنمية سيناء، فقد قالت الدكتورة سحر نصر وزير التعاون الدولي خلال كلمتها باجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إن هناك اتفاق مع بعض الصناديق العربية لتنمية سيناء بقيمة 1,500,000,000 دولار تشمل إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومشروعات زراعية لإحداث تنمية شاملة وتحسين في مستوى المعيشة للأسر المقيمة في سيناء. اعتقال مساعد أبو بكر البغدادي، فقد أكدت السلطات العراقية أنها تمكنت من اعتقال 15 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي في حي البكر بالساحل الأيسر لمدينة الموصل، من بينهم أبو حارث المتيوتي الذراع الأيمن لزعيم تنظيم داعش. نهاية النشرة، إلى اللقاء.